تدمير لقرون من التاريخ. ما الذي يحصل في بابل ولآثارها؟ Well, actually, it's the story started. البناء فوق موقع ننماخ، معبد ننماخ باتجاه الزقور في بابل. كنت أشعرت كثيرا بالقلق حول ما يجري هناك الآن، لأن الأراضي هناك تم حفرها وتم إزالة الأشجار، وحتى الأشجار نخيل تم إزالتها. إذن إذا هذا ما يجري الآن هو محاولة تسوية الأرض وبناء طريق الذي لن يذهب باتجاه أكثر من 5 سنتيمترات على الأرض، هذا ما قالوه لي آنذاك. لذلك فهم يعتقدون أنه أمر شرعي، لكن هذا الطريق سيكون بطول 650 متر وسيكون ب 300 متر مكعب من الرمل مغطى. قالوا لي انهم واكدوا لي ان ذلك لن يتسبب بالضرر بالموقع الاثاري حسب ما قالوا لي. وقالوا ايضا ان تلك الطبيعة هناك وطبيعة الأرض هي طينية ولا يمكن البناء فوقها بطريقة، لذلك لا يمكن الخوض أكثر من 60 سنتيمترا في هذا الموقع في أي نوع من أنواع البناء بسبب كمية المياه الموجودة هناك. لذلك كنت تم تطميني من قبل سلطات آثار بابل بأن الأعمال التي تجري هناك هي شرعية ولا تمس الموقع الآثاري، لكن مشكلتي في الموضوع أن أعتقد أن الموقع أو المستوطنين هناك في بابل يجب أن يتم إخبارهم بما يجري هناك سواء وسائل الإعلام والسلطات هناك، لكن أعتقد وللأسف أن ذلك لم يتم.